أه السلام عليكم دابا انا كتسمعوني ما كتسمعونيش راه قدرت كبيره تيست الاول خرج ليا خاوي عاد نشوف دابا واش يخدم أه ولا لا السلام عليكم خوتي خواتاتي اسمحوا لي راك عارفين اني كنتقاتل مع المونتاج كنحاول نشد البلاصه اللي غنفيلمي فيها عصبروا معايا راه المونتاج باقي خوكم ضعيف فيه درت ان بيتي تيست قبيله مشى الفيديو خاوي الاخ أه دابا كنظن غنكون مزيان السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين بخير لاباس عليكم قبلوا عليا نتوما كتشوفوا اه خصوصا السي عبد الحميد اه على آه بدك خديتو اه قاش الوحيد اللي لي لا صراحه نو كاين جوج ثاني ما عقلتش عليه لو كاين لي فريمون انسيست قال لي خويا بدر الدين راه كنبغي نسمعوك ما كنسمعوك كنجتهدوا بزاف باش نسمعوك ما كنسمعوش الصوص ديالك في لي فيديو بون ها انت كتشوف اخويا انا اجتهدت انا خديت هذا الميكرو فهمتيني سطا ميكرو بروفيسيونيل زويون عجبني ها هو برونشيتو هنايا راه في التالي درت لكم ني التصاور باش حتى الناس الاخرين اللي دايرين قنوات مبتدئين بحالي فهمتيني اون اتوندون باش يكونوا باش يشريو حوايج حاجه اخرى حيت كاين داك ملي انا سولت الصديق ديالي قلت ليه شنو هو ال الميكروفون لي بون لو ميكرو كو تي بروبوز... اي باكو بور توا

بقراني الف باء برتقالات <applause> ماشي با هو جون جاك روسو ولكن عاوتاني عندي اصدقاء اللي, اللي متبعيني و تيبغيوني وعزز خدامين معايا وباغيين يفهموا مساكن اش كنقول قال لي يا مسكين بحال باكو أه مثلا هذا الصديق ديالي من السنغال خدام معايا قال لي عفاك ما ماشي اوبليجي تقول كل شيء بالفرنسي مي يقول لي غير كلمه جوج اون فراز اون فرونسي جمله بالفرنسيه باش نقدر نكابتي Euh, oui, Paco, Voilà. Je, je, vais de temps à autre euh, lancer quelques mots en français. Tu vas pas pour que tu puisses comprendre. Tu vas pas capter tout, mais bon, tu vas au moins comprendre de quoi je parle. Au moins l'objet de, de la vidéo. Euh, voilà, voilà. Ça, la J'ai parlé dans le vide parce que j'ai pas activé le micro. Donc j'ai fait ma vérification, ma petite, une petite vérif vérification.

دونك الحلقه ديالنا اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على التلقيح علاش ابدر الدين مشيتي درتي التلقيح واخا ماشي اجباري دونك انا غنقول لكم هو راه اجباري ومن تحت الدف يعني اجباري بالفن هو ما كاينش الزجر لحد الان ما كاينش الحمد لله الزجر يعني حنا في دوله الحريات اللي بغى يدير الفاكسان راه الطريق اللي ما بغاش يديرو راه ماشي يتحمل مسؤوليته ولكن كنقول لكم انه انه اجباري بطريقه فنيه يعني الدوله كتزير شي حوايج باش انك تكون مضطر انك ديرو والصالح العام يعني انا متفق معاهم 100% وهذه رساله للناس اللي تيهضروا بزاف كاين بزاف ديال الناس المهم كاين الناس اللي تيغيروا راسهم فلاسفه ما كتلقاه ما قاري ميدسين ما فاهم والو تقول لا التلقيح تيقتل انا جو سو با ميدسان ما نقول لا يقتل ماشي التلقيح اللي تيقتل من الاجل هو اللي تيقتل <applause> يعني كاين شي حاجه اللي هي كثار من من من, من الكورونا من الكوفيد اللي قتلت اللي دات ليا كاع مهمتي الله يرحمها في النار ويرحم جميع اموات المسلمين اللي هي الكونسير الكونسير راه قصح من 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 هذا من الكوفيد وكاين بزاف ديال الحوايج كيتقدا فيهم الاجل بحال لي زاكسيدون سيركولاسيون بحال واحد كتلقى ديما تيك ميتيك ميتيك مي لا سيغاريت وتشرب يوميا تاكل انا ما نديرش تلقيه حرق يقتلني

انهم ديجا دايرين التلقيح اللي كانوا صغار اللي كانوا دي بيبي صغيورين الحيمات في دمهم يعني كانوا كيمشيو كتما ماهم كتهزهم الله يخليها ليهم الا باقا عايشه والله يرحمها الا كانت ميته كنهضر انا اون جينيرال على هاد الناس اللي تيكونوا ضد التلقيح تي يعني ماماك ملي كتصغيرو كانت هازاك ودارت لك الفاكسان بوكو تو نا با رياجي بوكو تو تا غوفوزي باسكو كنتي صغيور الحيمه قبلتي التلقيح دونك انا اللي 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 غنقدر نتقبل منه الكلام ديال التلقيح وكان ما نديرش التلقيح En fait, je parle des personnes qui n'ont, et c'est rare, et sont rares au monde, au monde entier, qui n'ont jamais fait le vaccin. C'est eux qui peuvent dire Bon, voilà, moi, j'accepte pas de, de faire le vaccin. Mettons que tu as déjà accepté le vaccin quand tu étais petit, donc tu étais bébé, on t'a déjà fait le vaccin, donc à mon avis, tu fermes ta gueule et tu fais ton vaccin. باسكو الا كان كلشي غيوافق يدير الفاكس حنا ان شاء الله راه حنا تحبسنا راه بغينا هذيك 9 لي راه كديرونجينا بغينا حنا نخرجوا يا ريس كانوا كلشي الناس متفاهمين ومتحدين وكلشي يدير ديال الفاكسان ديالو يعني راه كول راه دابا حنا باخر كرات تفكس راه حنا دونك قلت لكم بان الدوله راه كدير لكم ممعطيه الحريات اللي بغي يدير الفاكسان يديرو ما كاينش الزجر واللي ما بغاش يديرو ما كاينش لحد الان شي عقوبات من غير اللي نسى ما دارش لابافيت اللي كيخلص 300 درهم ا مون افي سي فوالا 300 درهم عقوبه ما الدولة كتزير بطرق فنية يعني بطرق بطرق ذكية يعني مثلا انت ما بغيتش دير الفاكسان اه انت حر ولكن ملي كتكون كتسافر مثلا غ... انت كتكون في الرباط غتمشي مثلا لمدينة اخرى راه تما كاين لي جوندغم في الطريق كاين لي بوليسي غادي يحبسوك يقولك فين هو لو باسبور فاكسينال ديالك اش غادي تقول لهم ما عندكش جواز التلقيح تما غطيح في مشاكل فهمتيني بالنسبه لي جون اللي غيدوزو الكونكور الكونكور ديال المهم لي كونكور ديال الدوله بصفه عامه وهذا غادي يطلبوا عليهم الباسبور فاكسينال دونك من بين الحوايج اللي كيدفعوا بنادم انه هذا يدير الفاكسان هما المسائل الاداريه فهمتوني دونك عندي بزاف ديال الناس كنت نعرفهم كانوا تيقولوا لي بداو بلا طونش داج ديال 40 عام فاش بديت انا كندير الفاكسان كاين شحال من واحد كان تيخلعني من الناس اللي لا داعي لديك الاسماء اللي تنعرفهم اصدقاء تيقول لي ناري يا ما ديرش الفاكسان اتونسيون تو فا موغي غيطرا كذا دون دو غادي تموت تخربيق تخربيق ملي جات سبحان الله العظيم النوبه ديالهم قلت لهم شنو واش غديروا انا درت الفاكسان صافي بطبيعه الحال جاتني النوبه فهمتني جاني المقدمتا للدار كيقول لي دير الفاكسان ديالك سونز اوبلي الميساج اللي وصلنا اللي وصلني الى اخره بطبيعه الحال لبيت النداء ومشيت كمواطن هنا في كتبان المواطنه فهمتيني مواطن حقيقي ماشي درت التلقيح ديالي باش نبقى انا هاني باش ما يوقفني لا بوليسي في الطريق ولا دراكي ولا انا ولد المخزن انا تربيه عسكريه 10 سنين ديال السيرفيس ديزون دو سيرفيس دونك جو دونك يا او سوسي لا دسو وانا كنثيق في 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 المهم ف... كتشوف دول العالم ولا دول العظمى دايرين التلقيح زعما انا احسن منهم اللي ما نديرش التلقيح ما عليناش غوفونو انو موتون هاد الناس اللي كيقولوا لي ما ديرش التلقيح وكذا وسولتهم قلت لهم نتوما جمع... ملي غتجيكم النوبه ما غديروش شحال <فت> من <screams> واحد شويه والله لا درتو والله وخي راه هو الاخر ويا سبحان الله هاد النوع هذا كنكرهو هاد النوع المنافق داز مدة بسيطة لقيتهم داروا التلقيح فاش جات النوبة ديالهم داروا التلقيح قلت لهم شنو علاش ما درتوش التلقيح ياك فوزيتي كونطخ لو <hesitation> لا فاكسناسيون بوخوا فوزافي لو بوخوا فوزافي بخي لو فاكسون ديالكم قالك باغسكو فوالا حنا اوني اوبليجي دو فواياجي دو ناني نانا ما شاء نو علاش دابا فينا الله يسمح لهم كاين واحد النوع ديال البشر ملي كيكون هو ني با كونسيرني كيسحب انا لا طونج داج ديالو ما غتوصلوش كيبقى يدير لك انت العراقيل تيدير لك لي باتون دون لو دون لي غو تيوك اتونسيون وياك عندك دير تلقاع راه غتمشي فيها مسخوط على الصقاع راه غادي تموت في الاخر كتجي كتقلب كتلقاه بانه دار تلقاع هذا هو المشكل اللي المشكل اللي عندنا حنا داك لو بوش اوغاي من يعني شحال واحد باتون لا موش برزطاتني بان قهراتني من قبيله سبحان الله يلا بغيت نصور لهاد البتي موكسو هاد لا فيديو يتبرزطني راه تيبان لي من موراكم كاين بايكون ليه كنتسنى غير نسالي هاد هاد لا فيديو هادي ان شاء الله وما كاين غير نكزرها أه قلت لكم ديما الله يعطيكم الستر ديما ديما بغيت ديروا شي حاجه ديروها عن قناعه وما تبقاوش تصنتوا للناس اللي كيطلقوا هاد لي زوند نيجاتيف الناس كاين الناس اللي ديما اللي ما خصهم يهضروا ديما في فراغ فهمتيني كتلقاه كيقول كي لك لا عندك دير الفاكسان انا جو سوي كونط لو فاكسان هو راه داير بزاف ديال الفاكسان ديال البوحمرون ديال الجدري ديال, ديال ما شنو راه ملي كنا صغار حنا عارفين شنو ديك الماده اللي دخلوا الجسم ديالنا فهمتيني دونك صافي باسطا مادام قبلتي انك دير التلقيح انا هي الفكره اللي كنبغي نوصل للناس اللي تيكونوا ضد التلقيح انت علاش ضد التلقيح ديال كورونا عرف شنو فيه واش نتا عالم قاري <تكلم> عليه قالوا 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 واش عندك شي ريفيرونس عندك شي دليل عندك ما يفيد واخا ملي كتقول انا ضد التلقيح التلقيح تيقتل وتتلقي اللي درتي في صغرك هو ربما كي لاج غتقول لي أن الناس ما يفوتوا 40 عام ولا 60 عام غيموتوا باش ما يبقاش لهم التقاعد وهذا باش الدوله كت جا من 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 الدفع ديال الرواتب ديال المتقاعدين ولات واحد الفلسفه في شكل كل شيء كيتفلسف يعني كل واحد كيشرحها بالطريقه الخاصه ديالو المهم حنا انا تنقول انا بالنسبه لي انا كمواطن مغربي المصلحه العامه ان الانسان ينسى كل واحد يدير التلقيح ديالو باش ان شاء الله باذن الله يتزع هذا الوباء حتي الا كنا كلنا اليد في اليد ومتفاهمين وكنا كلنا على موجه وحده يعني التلقيح الا درنا حنا كاملين راه لمصلحتنا وهذا الوباء ان شاء الله نقدروا نحققوا المناعه الجماعيه باش نقضيو عليه في اما بالنسبه للنوع ديال التلقيح اللي درت انايا سولني شحال من واحد قال لي شنو التلقيح اللي درتي دونك انا درت استرازينيكا ممكن آه سينوفارم ديال الصين كاين جونسون كاين فريم جيب فريزر ياك فريزر ما تصحوا لي في التعاليق الا غلطت راك عارفين جو سوي با ميدسان وما كنتصنطحش قلت لكم في الاول انا ماشي ماشي طبيب انا عا كنكره ان الناس اللي ما تيكونوش من اهل الاختصاص اللي تيبقاو يديروا معايا ان ديسكور دوكتورال كيبقاو يهضروا معايا بطريقه بحال شي دكاتره لا شي تلقيح درتي شنو يطرالك ناري مشيتي فيها والمناعه وعاد خلينا شي ناس كيقول لك لصق درهم غتبقى لاصقها في يدك ولا عندك عيار في يدك ناري ما كنتش نعرف بان الناس حاله واصلين انت لهذا ولواحد الدرجه انا طحت في ديك السداجه وبقيت نلصق درهم وما بغاش نلصق ليا قلت لهم ما با... ما لصقاتش ما بقى عندنا حنا ال... كانت انفلونسا وبالزربه غير 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 كيأثر كيأثروا علينا الناس بالهضره ب... ديالهم للاسف أم... بغيت نقول لكم هاد باش من هذاك لو بيتي تاس لي درت فاش هضرت بالميكرو ما جي كون جي مي لو ميكرو و جي با اكتيفي لو بوطون هضرت شويه في هذا غنحاول نديرو تا هو غنحاول نخليه هو ما عرفتش واش نديروه في القدام ولا الاخر د الفيديو باش تشوفوا بان المعاناه ديال واحد داير اليوتيوب ولا خليه جديد باش تعرفوا راه قبل ما ندير فيديو كتبان لكم بسيطه ساهله ولكن راه ديغيا دون لي كوليس اون غالير يعني راه تماره ديال بصح Le montage, donc, puisque je n'ai pas encore acheté mon un, un PC portable, donc je galère, mais comme le montage il a, en fait, quand il le montage aime le portable. Donc le de ce qu'on appelle la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, il prend énormément de temps. Parce que le montage qui on va dire... تك 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 كنحاول نيفيتي كاع الموسيقى ما نديرهاش فيه كنخاف من ديك الكوبي رايت <applause> ولات عندي فوبيا منها وملي كتحطو اوني راه كتبقى بعض المرات ساعه لا ربع ساعه باش كيتحط لكم في اليوتيوب فهمتيني وعاد ما كنعرفش نقاد لا مينياتور مزيان واخا تعلمت شي شويه بون أه بيسكارت شويه شويه تعلمت من أه من عند الاخت ديالي ريحاب اللي كنحيا من هذا المنبر و... علمتني من واحد لابليكاسيون اخرى سميتها كا واحد لابليكاسيون وحده اخرى المهم سميه تنسات ليا <applause> و يعني كنحاول نتعلم غير ليسونسيال بالنسبه ليا انا ال... بالنسبه لهاد القضيه ديال, ديال اللي لاحظت انا ملي كندخل القنوات ديال المهم من... ليش ديال الناس اخرين اللي أم... لاحظت انا انا قبل بلا ما كيشوف الكونتوني كيشوف لا مينياتور والله العظيم بحال مثلا نتوما خوتي اللي كتسكنوا حدايا و... واصدقاء العمل يعني كتبغيو تدخلوا تشوفوا لا فيديو حتى العزيز عليكم كتبغيو تشوفوها من الناس اللي تيكونوا ما تعرفونيش آه تيقو بيا الا ما كانش لا مينياتور مغيزه لا مينياتور هي راه كاين ناس ما كيعرفوهاش هي ديك لا ل... بيتي فوتو لا بروميير فوتو اللي كتحطها في ال... في لا فيديو ديالك قبل ما كتدخل للفيديو كتبان لك واحد الصوره واحد الصوره كتكون واحد الصوره واحد لا فوتو كديرها في لا فيديو هي اللي كيشوفوها الناس هذيك هي كتاتيري بحال ملي كتشوف لي يوتيوبر كبار ملي كيحطوا لي يوتيوبرز كبار اللي كيحطوا لي فيديو ديالهم تيكونوا كيحاولوا يديستانغاو ويكونوا متميزين في ديك لا مينياتور كضر الانسان في عقلو كتحرك فيه داك ال... داك الفضول كديكلونشي ليه الفضول تيقول اه وهذا دا دار كذا كذا دا. خصني ندخل نشوف لا فيديو كيدخل متحمس حيت لا كتجر كتجر بزاف كتاتيغي لاتونسيون Euh, donc euh, la miniature, euh, Paco, en fait, elle déclenche la, la curiosité chez la personne. C'est la raison pour laquelle j'insiste trop sur la miniature. Certes, j'ai appris pas mal de choses. Certes, je ne suis pas encore pro-professionnel à 100%. Je ne maîtrise pas cette partie-là à 100%. Mais à la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo je mets la, la petite photo. Genre, je prépare la photo. Et à la dernière, je, quand je mets la, la vidéo sur YouTube, donc là où j'ai aucune vue, داكوغ كيكون حتى شي واحد باقي كاع ما دخل عندي لا فيديو حتى واحد ما شافش لا فيديو ديالي عاد كنجبد التصوير وكنحطها باسكو باقي ما كنعرفش للاسف نميتريزيها مزيان مي بون سا ريست اون استوس بور بور امليوغي تي بو ما شين دونك كندير ها الطريقه ديال لا مينياتور تيليشارجي نهضر بالعربيه عاود ثاني كندير اون فوتو كنبريباريها ياك وملي كنحط لا فيديو سوغ يوتيوب كنحطها في اليوتيوب ما كيشوفني حتى شي واحد باقي ما شافني يا الا كندخل بالزربه كيبان ليا زيرو فيو باقي حتى واحد ما شاف لا فيديو كنزرب على لا فيديو بالزربه كندخل ليها كندير موديفيي لا لا فوتو كنموديفيها وكنزيد نلصق هذيك التصويره القدام باش كتعطي واحد ال... واحد لوشام لا فيديو وكتعطي واحد عنوان كبير من غير العنوان اللي كتكتب عنوان بوحدو لتحت كيكون حرفي اما التصويره وفيها لوبت الموضوع كتختصروا الموضوع كامل اللي كتهضر عليه كتختصروا بجوج كلمات كتحطوا تي اتيغي لاطونسيون فوالا دونك كيما قلت لكم ها انا شريت هاد لو ميكرو ها هو هاد لو بتي ميكرو ان شاء الله الى بانت لي المهم القناه ديالي بعد واحد القديم عرفت شكون لاحظتوها ولا لا راه جي ماسكي لو دابوني العدد ديال المشتركين اللي عندي الحمد لله فرحني بزاف العدد صراحه الله اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم لك الحمد عجبني العدد تبارك الله في ظرف اسبوعين وصلت واحد العدد محترم زوين بزاف يعني قربت نحقق النص ديال ديال العدد المشتركين كيطلبوا كيطلبوا منا 1000 مشترك في عام. انا تقريبا وصلت لنصف ديال هذا العدد في ظرف اسبوعين. دونك نصحوني بزاف ديال ديال المتتبعين والمتتبعات خصوصا المتتبعات بزاف اللي كنحييهم من هذا المنبر. أه حنت انا كنهضر دل... حنت فري ما كذبتش حنت المتتبعات هما اللي دخلوا عندي وقالوا لي بدر الدين حاول تخبي دابا ربي كيسهل كي عليك الامور غادي مزيانه عندك قالت لي رديتي البال بزاف القنوات كتدخل ليهم ما كتلقاش فيهم العدد المتتبعين الناس كي فهمتيني باش ربي يزيد يسهل عليك حيد عدد المتتبعين ونيت اصلا ملي كتحيدو عندها بزاف ديال الفوائد فهمتيني حيت كاين واحد النوع اللي غيدخل لا فيديو ما تيكونش كاع ما غاديش يدخل لك المحتوى تيشوفك عيطه انت شحال ساوي شحال عندك من من ابوني إلى إيه بان ليه العدد ديالك ناقص يقدر ما يمسوقش لك كيبان ليه شي واحد عنده مثلا مليون ابوني كيدخل يتفرج ليه في الفيديو ديالو كاين كل كاين اللي ما كيسوقش هذه القضيه مثلا سي دي كاب باكا انا ما كان جون جينيراليز با ما كنعممش كاين واحد النوع ديال هذا ديال المتصفحين كيجي كيجي كيشوف القناه ديالك صغيره عندك يلاه مثلا 400 ولا 500 مشترك تيقول هذا باقي صغير يكون عا كيخربق ما ما, 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 ما ما ندخل نضيع وقتي ولكن كاين واحد كيمشي لقناه اخرى واخا تيكون المحتوى ديالها تافه كيلقى مثلا مليون ابوني ولا كيلقى 500 كا 500000 ابوني ولا 300 كا تيقول اه هذا بعدا بنا قناه كبيره ندخلوا نتصنتوا عليه يكون كيقول شي حاجه كيدخل كيتصدم كيلقى التفاهه وديك القناه اللي حكرا كتكون صغيره ما كيدخلش ليها دونك آه لهذا الناس اللي سبقوني في اللي قلت لكم فاتك بليله فاتك بحيله الناس اللي سبقوني لهذا الدومين اليوتيوب الناس اللي عندهم قناه قنوات سواء عندهم قنوات متفعلة او قنوات باقا ما تفعلت او قريبه تتفاعل كلهم عطوني هذه النصيحه قال لي حيد عدد المشتركين فهمتيني أه... لهذا السبب هذا سبب واحد اخر بشر. باش زعما ربي يسهل عليك حتى اللي كانت شي حاجه ان شاء الله ربي غيسهل غي عليك ما تبقاش حاط اي حاجه تبقى تبان عند كل شيء زون صافي خلي داك الشيء امر تيخصك انت ما تبينوش ل... انت غتمشي للطابلو دو ديالك اللي هو استوديو يوتيوب وانت بوحدك قد تشوف العدد المتتبعين اللي عندك دونك هذه المساله ما كتهمش زعما ما كتهمش الناس الاخرين المهم شي ربي كي الحاجه مستوره كيسهل فيها الله فهمتوني دونك فوالا فوالا ما بقيتوش كتسمعوا الفراخ بح ماشي لحتهم ولا بعتهم ولا اا أه تحيه للاخت بلا ما نقول الاسم ديالها أه ما كنبغيش نحرج حتى شي واحد هي الوحيده اللي قالت لي أه بدر الدين حنا عندنا الفريخات في الدار واذا كانت شي حاجه اللي هي سبي... سبيشال شي حاجه سي حاجه باردون اللي هي سبيشال فوالا ما كنعرفش لونغلي دونك علاش نهضر بها <applause> قالت لي كنغطيهم بشي لعيبه بحال شي فوطه بحال شي زيف كبير هذا مهم فوطه كبيره كنغطيهم بها فوطه ما كنستعملهاش بطبيعه الحال النقيه يا مصبنه كنحطها على الود تمه تخصصا على الود فريقاتي بحال ندير اون بوز فيديو ما يمكنش نزعجكم نتوما يا بهذا الصوت ديالهم كما قلت لكم ماشي كانار سي دي بيروش ولا اي زون اون فوا كيار دونك لي بيروش الصوت ديالهم شويه قبيح الشكل ديالهم ما شاء الله زوين بزاف فيهم الوان رائع واحد الطفرة عندي زوينة بزاف الطفرة اللي فيهم زوينة بزاف ولكن صوت ديالهم كيزعج كي والناس بداو كيتشكاو ليا من الفريقات ديالي وكما قلت لكم هما كيسمعوني تيفرحوا تيتفاعلوا معايا مساكن والله العظيم تيكونوا ساكتين كيسمعوني كنهضر تيبداو مساكن سي سي لو بور آه مونطري لا ما جو سي با بور مونطري لور جوا دونك المهم قلت لكم هضرت لكم على الفاكسان انا درت الفاكسان ديالي وفرحان الحمد لله او مو كنكون غادي في الطريق واخا كنشوف البوليس في الطريق كنمشي انا اصلا غيغلومونطير جامي ما كنحيد لا بابيط هذه مساله انا الدم ديالي حتى كنشوف بوليسي ما تنخافش ما شنو يقول لي يقول لي الوراق ديالك ها وراقي مريقلين يقول لي جبد الباسبور فاكسينال سيرتو غير ما خرجتوش ديما الاخت ديالي كتقول لي طبعوا مي راه عندي اون آه فورما بي دي اف كاين عندي في البورطاب ديالي متيلي شارجي هنادي مي خصني نحاول ان شاء الله نخرجو نديرو في البورتفوي ديالي مع الوريقات ديالي دونك حتى انت بسيشيكوم ملي كتكون غادي مقاد الامور ديالك مريق الامور ديالك وخا كتشوف رجال السلطه ما كتكونش خايف كتقول صافي انا غادي غير مغيز الامور ديالي وضحت الامور ديالي واش الامور واضحه عندكم نتوما ولا لا تحياتي غنقول لكم نختم هذه لا فيديو هذه ونتمنى نكون خفيف على القلوب ديالكم وسمحوا لي كنتعطل عليكم بعض المرات ما كنحطش لي فيديو كل مره دونك ان شاء الله انا كنمشي ايطاب باغ ايطاب عندي بزاف ديال الافكار انا منظمهم قاد خطه الطريق كلشي الامور مضبوطه عندي قاد قادة ان شاء الله غادي نشري بي سي باش نخدم على السوي باسكو لو نقدر نحقق هذا الشرط الاول نقدر نحققه في شهر, في شهر واحد اللهم بارك الف ابوني انا ما بقاش عندي فيها مشكل انا في شهر انا كنقولها لكم من هذا المنبر من دابا صافي مادام قربت مادام وصلت ل 500 صافي ماسكيت العدد ديال ديال المتتبعين ديالي سديتهم صافي ما بقاش نبينهم باش ربي يسهل علينا ان شاء الله باذن الله انا كنوعدكم من هنا موم. ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ديالكم نتوما لي نشرتوا ليا شويه الفيديوهات ديالي ماشي كنقول الانتشار واسع مي هذا الانتشار الصغير فرحان به انا هاد لاكادونس هادي عجباني بزاف يبقى لي المشكل ديال السواع غادي نحاول نخدم عليه عاد غادي ندوز للستاج ديال الوحش اللي هو تفعيل الدولار تجمع داك الدولار كيفاش داير تجمعو نقدر ندير على حصه الى اخره عاد ديك اللعبه ديال إيه أه جوجل اكونت والفيريفيكاسيون التقديم بخطوتين وبزاف ديال الحوايج المهم صراحه كاين بزاف ديال الحوايج استفدت منهم صراحة كان عندي وقت الفراغ كنضيعو بعض المرات في حوايج خايبين وهذا دابا وقت الفراغ ديالي كنبقى عا في الدار تيقو بيا في الدار وفي الكافي يعني سدوك الفلوس اللي كنت نخسر بزاف الخوا الخاوي ما نخسرهم بزاف دابا على الاقل واخا تخسر شي حاجه ما كتخسرش حاجه بسيطه تشري بها ماتيريال مثلا مات فهمتوني دونك ماشي مشكل دونك هذا بشحال خديتو خديتو ب 200 درهم فهمتيني ما لا غلى على مسكين زوين وانا غنجربو نشوفو الصوت ديالو كي غيكون ونتمناو يكون الصوت ديالو زوين يا ربي يا ربي ومن بعد ان شاء الله من موراها ناخذ داك الميكرو اللي قلت لكم اللي بحال ميكرو ديال الصحافه كيدير 350 درهم هذا كبقى هذا بس بز فضلت انا هذا ماشي كيسيون ديال الثمن وكيبش فضلتو انني كنبغي نفلوغي بعض المرات هذاك ديال الصحافه مايمكنش تخرجوا على برا الفرطه فهمتيني هذا كتديروا معاك برا الطق طق دير سيلفي لراسك ما تحتاج حتى شي واحد يصورك فهمتيني دير سيلفي والميكرو كاين فهمتيني حتى دوك داك الصوت ديال الريح شويه صوفيك كدا كتكون بعيد على لاكام ولا كاين شي واحد كيصورك كاع بعيد غيكون الصوت ديالك واضح ما هادشي كامل ارضاء لكم جمهوري العزيز المهم تهلاو ليا فراسكم ومن هاد البين بار كنوصيكم عافاكم اللي ما دارش الجلبه يديرها ثيقوا بي راه غديروها طوطه راه كنقدر نقول كاع تقدر مثلا من هنا لقدام تولي تبغي تدخل الخدمه ديالك ويقدروا يطلبوا منك ما تعرفش شنو غيطرى في القدام تولي قبل ما تدخل الخدمه ديالك لا القطاع العام ولا القطاع الخاص يقول لك تكون عندك الفاكسان عاد تدخل عاد يكون الولوج للخدمه دونك ردوا بالكم أغديروا. أغديروا. الا كنتوا غديروها غديروها اللهم ديروها من دابا وباش ان شاء الله هذا الوباء يتحيد عندنا الحق والمناعه الجماعيه ان شاء الله يا ربي في هذا وباش حنا نخرجو راه تقريبا عامين هذه ما تبحرناش مزيان المهم كاين الناس اللي كيمشيو للبحر الله يسهل عليهم انا تقريبا هاد جوج الكونجيات ما خرجتش فين واصلا تخرج وتخرج ترجع مع 9 ما عندها معنى دونك انا كنقول لك كان مع 9 العشيه كي كي شي الله ما في الدار بلا ما نسافر هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل يعني بنتمنى ان شاء الله ناكسيري لا كادونس نزيدوا في السرعه ديال الايقاع هذا ديال التلقيح ما كرهناش هاد الدوله كتساعد وليتي دابا ما بقاش كتمشي بحال انا فاش بغيت ندير التلقيح أه بزز عليا نمشي للمدرسه الفندقيه فين ندير الفاكسان ديالي مي دابا راه ايلزون فاسيليتي لا طاش دابا تقدر دير التلقيح في اي نقطه بغيتي في اي بلاصه تقدر تلقح دونك الله يهديكم والله يهدي ما خلق ماشي الله يهديكم كاملين كنقول الله يهدي ما خلق الله أه يصاوب وكنتمنى الناس اللي شي شويه م... مزيرين في هذا القرار كنتمنى ان شاء الله يبدلو هذا القرار ديالهم راه للصالح العام وثيقوا بيا واخا ما ديروش الجلبه واحد النهار غديروها ثيقوا بيا غديروها في الاخر ها اللهم اديروا من دابا باش تفكوا عنا هذا الوباء هذا بس حنا نخرجو في ديالنا خوتي خواتتي تحياتي ليلة سعيدة الى اللقاء نجر معايا هذا <applause>